الحقيقة هي ضم الشركتين سلام بنيان بعد الاستحواذ على 62%. أول سنة تدمج تنضم الميزانيتين مع بعض، فأصبح هناك تأثير سلبي من شركة بنيان على السلام العالمية، وهذا الشيء مؤقت لهذا العام فقط، ولكن السنة القادمة ستنعكس الأمور وترجع لطبيعتها إن شاء الله. ولكن اليوم تمت المصادقة على استقبال ضم كامل أسهم السلام بنيان. هذا طبعا الفرق، المرحلة الانتقالية هي الفرق بينها وبين ما سبق، أنه العقارات ابتدت تؤجر وأصبح هناك مردود على الإيجارات، ونضجت هذه العقارات وأصبحت مواردها ستنعكس على السنة، نهاية السنة هذه والسنة القادمة إن شاء الله. لاحظنا ارتفاع واضح في تكلفة التمويل، الفرق كبير، يعني ما الذي دفع لهذا الأمر؟ طبعا كمان هذا انعكاس لانضمام الشركتين مع بعض، جاءت بنيان بما لها وما عليها على السلام العالمية بما لها وما عليها، فتضخمت الأرقام بشكل عام، ولكن إن شاء الله العام القادم الأمور حتتغير نهائيا. طبعا للمرة الثالثة على التوالي تم وقف سهم السلام العالمية في التداول في بورصة قطر، الأمر بات معروفا فيما يتعلق ببطلان الإجراءات الدمج التي جرت في العام 2002 و2005. في المرة السابقة حصلتم على الحكم قضائي بعودة السهم إلى التداول، ماذا أنتم فاعلون اليوم؟ نفس الشيء، حنروح على القضاء مرة ثانية، والسلام دائما هي جزء من إثارة الموجودة في السوق، فللأسف، ولكن إن شاء الله، يعني طبعا كان هناك مناقشات ومفاوضات مضنية مع الهيئة لإعادة التداول وأخذ الاحتياطات من جهتهم التي لا نعتبر أنها مبررة، ولكن هذه وجهة نظرهم وسينظر فيها القضاء مرة ثانية إن شاء الله. ولكن الحمد لله لا يوجد أي تأثير على نشاط الشركة ولا توزيع أرباحها ولا على أدائها وعلاقتها مع البنوك أو علاقتها مع الشركات إطلاقا. نعم، أبديتم اليوم استغرابكم من التأخر المماطلة من طرف هيئة قطر الأسواق المالية فيما يتعلق بالمقترحين الذي تم رفعها إلى هيئة قطر الأسواق المالية فيما يتعلق بقضية الاندماج وتحليل الاستحواذ، أكثر من عام تقريبا على هذا المقترح ولا رد من طرف الهيئة. والله إذا كما أنت رأيت اليوم أنه صاحب القضية اللي رفعها كان هو يقترح هذا الاقتراح، وقلنا له أنه إحنا هذا الاقتراح قرحناه من عام على هيئة الأوراق المالية، هيئة الأوراق المالية ردها أنه إحنا أمامنا قضاء ويجب أن يبت فيها القضاء، فهناك جدل قضائي وجدل قانوني وأصبح جدل بيزنطي بهذا الموضوع.